أشرف وزير الشباب والرياضة سبقاق عبد الرزاق رفقة رئيس مرصد الوطني للمجتمع المدني القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية ولولاية الأغواط السيد عبد القادر برادعي ورئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات المدنية والأمنية والعسكرية على تفقد النشاط الكشفي المقام بقاعة الصنوبر بمناسبة اليوم الوطني للكشاف. كذا أعطى بنفس المناسبة على انطلاق الموسم الكشفي سنة 2021-2022 من ولاية الأغواط التغطية لطولبية محمد الصالح. معكم المحافظ الولائي لولاية الأغواط خثير البوطي، نتشرف باستضافة قناة أجواء لها مسيرتنا من بداية الحفل إلى نهايته، مشكورة مسبقا. هذا الحفل اللي تتشرف به ولايتنا ولاية الأغواط والولاية المضيافة الولاية المجاهدة لاحتضان الانطلاقة الرسمية للموسم الكشفي 2021-2022. هذه السنة يتميز بأنه كانت الانطلاقة أولا بإعاز من السيد رئيس الجمهورية أن كلف وزير الشباب والرياضة وهو مشكور على ذلك في إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم الكشفي، وكذلك بحضور القائد العام رئيس المرصد الوطني. هذا النشاط اللي نتشرف باستضافته وهو معناها يعتبر وسام شكر لولايتنا. فكانت لنا، إذا كان حابين نذكر البرنامج اليومي، كانت زيارة للوفد السيد الوزير والمرافقين معه لمخيم الكشفي اللي دام يومين، وكان هو عبارة عن رالي كشفي منظم من طرف قسم الكشاف. ثم تلتها محطة ثانية وهي الأساسية في زيارة السيد الوزير، وهي إعطاء الانطلاقة الرسمية لإنشاء النوادي الكشفية على تراب الوطن الجزائري. فكانت النموذج والانطلاقة الرسمية من ولاية الأغواط.